تعيش الجامعات المصرية حالة من التأهب والاستعداد المكثف تمهيدا لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث يتم مراجعة جاهزية معامل التنسيق لاستقبال الطلاب وتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى. وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أن تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى سيتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني مجانا ودون أي رسوم من الطلاب مقابل تسجيل الرغبات. هذا وأجرى التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الطالبات أوائل الثانوية العامة وسط فرحة من الأهالي والأصدقاء بتفوقهن. أنا نفسي أطلع معيدة في الكلية، على طول أقول لمامتي أنا مش نفسي أدخل بس الكلية، لا أنا يعني نفسي أطلع معيدة في الكلية، يعني إن شاء الله أكمل اجتهاد. فرحة لا توصف، يعني فرحة ما تتوصفش، الشعور ما يتوصفش خالص، فرحة وسعادة وإحساس بنصر ربنا عشان هي تعبت وعملت اللي عليها، فكان ده نتيجة تعبها يعني. الحمد لله نجاح ما كنتش أتخيله، الحمد لله يا رب الحمد لله. بجد يعني فرحة النجاح ما فيش زيها فعلا زي ما بيقولوا، ويعني ربنا ينول كل حد يا رب اللي مراده واللي بيتمناه طول حياته يا رب. لكل مجتهد النصيب، وانا دايما كنت اقول لسلمى ان ربنا سبحانه وتعالى شايفها وشايف مجهودها وشايف شغلها، وان شاء الله ربنا يجازيها كل خير يا رب. تجربه السام كانت تجربه جديده عليا، كانت تجربه غريبه بس كانت مفيده، اتعلمنا حاجات كتير من الغربه ومن نظام التعليم ومن المشاريع. ان شاء الله نيتي ان انا اكمل في المجال الطبي عشان اقدر انفع الناس باللي انا اتعلمته واللي انا هتعلمه. مش شرط ان الواحد ياخد شهاده، لا الواحد ياخد تعليم واستفاده، يعني تجربه كويسه اللي الناس فيها علمي وعملي، يعني ان شاء الله ربنا يوفق اللي عايز يخش باذن الله.